هو سيد الدبلوماسية الخشنة، يصفع بالكلمات ويوبخ المسؤولين والصحفيين. تتهم الصحافة الغربية أحياناً بالفظاظة وباستخدام لغة بذيئة، ولكنه يحظى بهيبة واحترام كأحد رجال بوتين المقربين سيرغي لافروف. ثاني أقدم وزراء الخارجية في العالم حالياً، حيث تولى منصبه في مارس عام 2004، وقبلها قضى 10 سنوات في منصب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، ليصبح عنواناً للسياسة الخارجية الروسية طوال 3 عقود تقريباً. منحت لافروف قدرة على صياغة نوع من الدبلوماسية الخشنة التي تعبر عن موقف الكريملين بمزيج من الصلابة والسخرية. في عام 2008 قالت الصحف البريطانية إنه استخدم كلمة بذيئة في الرد على وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد ميليباند خلال محادثة حول الحرب في جورجيا. وقبل العملية العسكرية في أوكرانيا بشهر، وقف بوجه متشائم إلى جانب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، وقال إن محادثاتهما بمثابة محادثة بين الصم والبكم. وعندما يظهر أمام وسائل الإعلام لا يكلف نفسه عناء إخفاء غضبه من سؤال ساذج، وغالباً ما يرد على الأسئلة الاستفزازية بخليط من الازدراء والاستهزاء. وكثيراً ما تخرج مواقع التواصل بلقطات عن تعليقات لافروف الخشنة التي يوجهها لصحفيين غربيين. ربما يبدو هذا الوجه بعيداً كل البعد عن علاقته القوية التي كانت تجمعه بالصحفيين الغربيين عندما عمل كسفير لروسيا في الأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، وكان يحب إجراء محادثات غير رسمية مع الصحفيين وتبادل الأخبار والنكات حول سيجارة في الأمم المتحدة، يكتب الشعر ويغني الأغاني على الجيتار مع الأصدقاء. ولعل هذا ما دفع بوزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش منذ 2 لأن يهديه جيتاراً في عيد ميلاده 70، وغرد قائلاً: الموسيقى تربطنا.